طيب نطلع على the effects of a mass on a shaft. أنا إذا عندي shaft هون هاي center line للشافت جيت أنا هون شبكة mass أخذت mass M والماس هاي مشبوكة على الشافت يعني لو طلعت عليها side view من هون رح أشوف إشي زي هيك وهذه عندي هون السنتر لاين تبع هاي البولي او الشيف وهذه عندي هون ماس اوكي تذكروا حكينا المره الماضيه انا اذا عندي ماس وبدي الماس هاي تضلها ات كونستانت سبيد يعني الاكسلريشن تبعها زيرو شو يعني الاكسلريشن تبعها زيرو يعني يا اما سرعتها زيرو يا اما اتس موفينج ات كونستانت سبيد مزبوط اوكي اذا بدي اياها تضلها ات كونستانت سبيد ما يصيرش فيها الاكسلريشن بدي اثر عليها بقيمه ام جي عشان يصير في عندي فورس عليها من هون فورس معاكس للجاذبيه بصيرش في عليها اكسلريشن اذا كان سرعتها زيرو راح تضلها على طيب اذا بدي اسارعها للاعلى بمقدار اي ايش لازم اثر عليها الفورس ام في جي بلس اي مظبوط اذا هذا الماس عشان بدي اثر عليها في ام جي بلس اي ام جي عشان تتغلب على قوه الجاذبيه وام اي راح تسبب لها تسارع اضافي الى الاعلى مش هيك مظبوط او العكس اذا انا بدي اياها تتسارع الى الاسفل راح تكون ام جي ماينس ام اي فراح تتسارع الى الاسفل بالقيمه وحسب قيم اي وحسب قيم جي راح تتسارع يا تسارع اقل من تسارع الجاذبيه يا تسارع اعلى من تسارع الجاذبيه حسب قيمه اي مش هيك مظبوط اذا هذا الروب ايش التنشن راح تكون فيه التنشن بهذا الروب الشد راح يكون قيمته قديش ام جي في اي مظبوط إذا أنا عم بسارع، لا خليني أفترض الآن أنا عم بسارع بهذا الاتجاه، عم بخلي تتسارع الجسم بهذا الاتجاه وA بوزيتيف وG بوزيتيف، تمام؟ خلينا نشوف هلا بدنا ندرس هون إفكت هاي الماس شو ببين أثرها على هذا الشخص، عم نتحول إحنا هون من روتيشنال كوانتيتي من ترانزليشنال كوانتيتي لروتيشنال كوانتيتي، أوكي؟ إذا هذه الماس هلا هون راح تبين على هذا الشافت بالشكل التالي، راح يصير عندي هلا أنا فوق راح يكون في عندي هون تورك راح ياثر بتورك من الدرايف والتورك من الدرايف راح ياثر على هذا الشافت، اذا بدي اسارع هاي الماس بهذا الشكل بيكون التورك هذا الاتجاه تبعه تي دي مظبوط؟ اذا راح يصير عندي الان ولو فرضنا انه هذه فسرتها على انها اف دي يعني اللي جاي من الدرايف راح يصير طبعا عندي هون اف دي بيساوي ام في جي بلس اي هلا اذا بدي احول هون كلها لروتيشنال كوانتيتيز اف دي راح تتحول لايش اذا ضربتها في الراديوس تبع هذا الشيف او البولي راح تصير تو اذا راح يصير عندي تي دي وراح اضرب هلا الافشنسي ولا نخليها لبعدين خلي الافشنسي لبعدين خليني افترض انه السيستم فولي افشنت هاي راح تصير عندي ام جي وخليني افترض انه هذا الدايمتر تبعه هو دي اس اوكي الدايمتر تبعه دي اس بضرب في الراديوس ولا بضرب في الدايمتر حتى احول لتور الراديوس اذا بصير عندي هذا هون في دي اس على 2 زائد ام اي في دي اس على 2 مظبوط لحد الان ما عملت شيء غلط مظبوط نحول هلا هذا هو عباره عن التورك اللي ناتج عن وزن هذا الجسم مظبوط فممكن اذا بدنا نعبر عنه بدي اسميه مثلا تي ماس اللي ضروري على الاقل هذا التورك ضروري على الاقل عشان احفظ من هذا الجسم انه يسحب اذا حطيت هذا التورك اللي هو ام جي في دي اس على 2 ومسكته هون حطيت هون هذا التورك راح يمنع هذا الجسم انه ينزل لكن في عندي كمان ام اي في دي اس على 2 مضبوط هذا عندي جزء ثاني اللي هو له علاقه بالاكسلريشن هلا خلينا نربط اول شيء عندي في اي والفا او في في دي وثيتا في في واوميجا وفي اي والفا مضبوط هذا العالم ايش؟ ترانزليشنال هذا العالم ايش بربطهم كلهم؟ ار مش هيك بس ار بالحاله هاي ايش؟ دي اس وحتى هذه دايمنشن اللي صحيحه مش هيك؟ لانه عندي ايش وحدة A مثلا؟ متر بير سكند سكوير، ايش وحدة ألفا؟ راديان بير سكند سكوير، لكن الراديان هي شو سميناها كوانتيتي؟
dimensionless quantity راح يكون عندي radians per second square في متر راح تعطيني متر per second square اللي هي متر per second square فهي المعادلات الثلاثة كلها dimensionally correct. إذا عندي محل إيه أنا إيش بقدر أحط ألفا في دي اس على 2 بقدر أعوض مش هيك فمحل إيه إيش راح أحط هون ألفا في دي اس على 2 فراح يصير عندي تي دي بيساوي تي ماس بلس عندنا ام بعدين عندي محل A ايش راح احط الفا والفا في دي اس على 2 بس انا اصلا عندي دي اس على 2 راح تصير هاي دي اس على 2 تربيع مزبوط واضح اللي مشينا فيه من هون وهاي هلا هذه هون بامكاني احطها الفا في ام في دي اس على 2 تربيع راح احط قوس حوالين هاي زائد تي ماس بتساوي تي دي مزبوط هاي شو هي ايش هي ام في دي اس على 2 تربيع؟ السكند مومنت اوف ماس مش هيك او المومنت اوف انرشا التعبير العامي او الليتر اللي هو مومنت اوف انرشا علميا هو ممكن يكون واحد من اثنين هو سكند مومنت اوف ماس او ممكن نعني فيه سكند مومنت اوف اريا هاي وحدته هاي وحدته اوكي مزبوط هاي كاني اخذت اريا وضربتها في مربع المسافه من الشافت وهاي كاني اخذت ماس وضربتها في مربع المسافه من الشافت اللي بتهمنا احنا هون بهذا هي هاي الانرشي مش هيك السكند مومنت اوف ماس اذا وحدتها كيلوغرام متر سكوير هل هاي وحدتها كيلوغرام متر سكوير نعم لانه هاي كيلوغرام وهي متر سكوير مش هيك مزبوط اذا هاي المعادله بامكاني استبدلها احط محلها تي ماس زائد الفا في ار ننقل التي ماس على الجهه الثانيه بتصير عندي تي دي ماينس تي ماس بتساوي اي في الفا ايش هذا القانون؟ شو بيشبه اي قانون؟ نيوتن الثاني مش هيك؟ نيوتن سكند لو بس روتيشنالي نيوتن سكند لو عندي مجموعة تي بيساوي الفا مجموع اي اذا بدنا نكون دقيقين لازم يكون حوالين اكسس فلازم يكون اكس 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 اوكي شو يعني؟ يعني حوالين هذا الاكسس من هون لانه انا ممكن يكون عندي 3 دايمنشنز ممكن يكون 3 دايمنشنال فاذا بدي اطلع الحل العام لاي جسم الجسم ممكن يلف باي اتجاه اذا له ممكن يلف باي اتجاه من هون راح يكون عندي في معادله للاكس اكس ومعادله للواي واي ومعادله للزد زد ماشي فاهمين التنسر ماشي اوكي اذا هذه الايكوفلنت لنيوتنز سكند لو اذا ايش عمالنا بنقول عمالي بقول اذا هذا الشاط اذا بدي امنع هذا الجسم اول شيء كمرحله اولى انه يسحب لازم على الاقل شو ازوده اتغلب على مين على الماس لازم اتغلب على الجرافيتي لازم اتغلب على الجاذبيه عماله تحاول تسحب هذا الجسم لتحت اذا على الاقل الدرايف تبعي لازم يعطيني تورك مساوي او اكثر من الماس لانه اذا كانت اقل راح يبدا يتسارع الى الاسفل اذا حتى امنعه انه يتسارع الجسم الى الاسفل لازم احط تورك بنيوتن متر مساوي وهذه تي ماس احنا عارفينها شو هي مش هيك هي عباره عن ام جي فورس مضروبه في راديوس مضبوط الفرق ما بين التو توركس اذا هذا التورك كان اعلى من هذا التورك راح يكون في عندي سيربلس كانه في عندي فائض الفائض هذا شو بستعمله حتى ايش اعمل بالشوف هذا؟ اسارع مش هيك ممكن نفكر فيها بالطريقه هاي انالوجي فبدي اعمل تسارع لهذه اي بتسارع مقداره الفا راديانز بير سكند سكوير حوالين هذا الشاف اذا هذه الماس هذه طبعا اي اذا بدك تحط ام كمان اللي هي اي لهذا الماس حوالين هذا الشاط اللي هو اكس اكس هي هون هذا هون اكس بهذا الفيو او اكس اكس بهذا الفيو من هون اذا بدك تحط هون اكس اكس او هذا هو اكس اكس من هون اوكي ماشي واضح؟